نشتغل إلا على سمات أصيلة اللي هي مش انفقدت من مجتمعنا، بس بكثر الشوائب اللي دخلت حياتنا شوي أبعدتنا عن عالم الراقي هذا. يعني انتوا يعني انتوا كطل، بس الفن عنصر غريب عن مجتمعنا، احنا بدنا نفوته. انتوا كنتوا مو عشان هيك، لاجل هيك يعني عالم، يعني بالعاده بفوتوا فوتبول، بفوتوا كاراتيه، بفوتوا اشي فيه ملاكم، اشي فيه عنف، بدنا نغذيها للروح، بدنا نطور الاشي. الاشي متعلق فيكم انتوا، انتوا بتعرفوا انه الاشي كيف انتوا فتوا على الدوره؟ في قسم منكم اول ما كان اللقاء له في الدوره بينه وبين احنا بحر الشرسم، انا ممكن اطلع في ممكن اول لقاء شويه كبين التردد ولا، بس يمكن اللقاء الثاني لما كنت تبلشوا تفوتوا بالعالم الفن صار علقنا. انا كثير كنت اشوف طلاب اللي ما بيستنوا اللقاء وانت يجي عشان ايش يشوفوا بس يخلص بالضبط، بدناش بالضبط هاي الكلمه دائما بديش الدوره غير فينا كثير شغله، بديش الدوره بالضبط زي ما الاشي انه غير فيكم نفس الطريقه اللي انتم اخذتوها. انا بامن كنت تطلعوا زياده عن اللي اخذتوه، لان انا بامن بهمتكم، بامن بقدراتكم، من مسؤولية، من حب العمل، من عطاء، من كثير شغلات. والإشي الحلو فيكم إنه حتى أنتوا بتعرفوا إنكم جيتوا قسم كبير منكم من عالم اللي هو خيام، ما إله بعالم الفن. واليوم أنتوا شو؟ اليوم إذا بتشوفوا أي لوحة ممكن تقفوا تحللوها، بتعرفوا شو التقنية، من إيش انعملت، شو هي، كل هاي الشغلات اللي أنتوا استراتيجيات اللي انتم اشتغلتوا عليها انا متاكده راح يطلع واحد يشوفها. طبعا بصير مش يعني مش بمر عليها مر الكرام، يعني بصير عندها بصير عندها معها بصير واقف عندها شوف بصير انت تشدي كمان اللي هي الفكره على مثلا على مواقع اللي عن جد بتعلم منها شغلات كمان شغلات جديده.